في هذا المقطع بطريقة طريفة يوضح الداعية أنواع الشباب في السودان. علا نتعرف على هذه الأقسام. في السودان لثلاثة أقسام. في السودان بس برا ما عارف، لكن في السودان هنا ثلاثة. النوع الأول من الشباب، وده عند الناس الشباب الناجح الذي أفلح في الدنيا وترك الآخرة. يا تدى ده بتاع الجامعات، هو ما تعب لكن مسك في الدنيا وخلى الآخرة. ده بتلقاه متفوق دنيويا، يعني أصله ما 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 بقصر في القراءة. الجماعة بقول لك ده شنو؟ ده البروف بتاع الدفعة صح؟ يقول لك والله ده حفار يا أخي، بيكون حفار في أمور الدنيا بس. تلقى شفت الشيطان دي يقول لك والله ده بطير طير، تلقى في الشيطان دي بيطير طير عجيب، لكن في الدين صفر ما عنده. ده في القرآن مذكور، ربنا سبحانه وتعالى قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تلقى ما عارف أي حاجة منها. تجيبوا لي سجود السهو يقول لك يا مولانا ما تشددوا يا طولي شدك من أضانك، ما فاهم حاجة والله، بس ماسك في الدنيا دي وماسك في الشغل بتاع الأكاديميات، لكن آخرة ما عنده. هنا هو الشباب المنهمك وراء الدنيا ومشغول بأمور الدنيا، وده يا أخواننا نوع من الشباب يكون دائما ما كان يحدثهم الآباء ويربونهم آباءهم على الحرص على الدنيا. يعني ده بتلقى أبوه من صغير يقول له يا ولد جبت لك الكراسات وجبت لك الشنطة والمستقبل راجيك، وما تباري لي ولاد فلان دي، لازم تقرأ كويس وتنجح والمستقبل قدامك، وأنا داير تبقى دكتور. يا أخواننا يوم واحد لقيته شافع صغير قال داير يبقى داعية، ها السجورة يصل يا حمودي ده تبقى شنو دكتور؟ طيب البقى مهندس من كل جش والله العظيم شفت الشفاعة السودانيين دول كلهم كانوا دكاترة، وبعد طلعوا كلهم بيقوا تجارة، نسأل الله السلامة والعافية. والله كلهم أيضا تجر حمودي يقول لك دكتور، أصلا فهمنا كله فهم بتاع دنيا، نسأل الله السلامة والعافية. وشوف أمه مسكت في الدنيا وخلت الآخرة ما تتقدم. ونوع من الشباب لا دنيا لا آخرة، ضبط القمة خروش 24 ساعة. والله أخوانا في واقعنا ده قاعد ما جايب خبر. والله أخوانا واحد من الشباب ده حكى لك قال لي أنا مشيت شقة من الشقق تحت العاصمة دي، وأسأل إحنا والله في الولايات مرحومين، لو مشيت العاصمة كده نسأل الله السلامة والعافية، والله بلاوي يشيب لي الراس. قال لي كنت في شقة من الشقق ذيل، وبس ليل ونهار خرشة وبنقو وما عارف شنو وبلاوي. قال لي والله ثلاثة يوم قال لي أنا قاعد معي صاحبي، قال لي إلا الليلة أنا بس داير أعرف أموت وأعرف في الثلاثة يوم دي حصل شنو. ثلاثة يوم برا الشبكة والله. قال لي بس أنا، قال لي كل ما ألقى صاحبي ده بسأله قل له عليك الله أنت في الثلاثة يوم دي حصل شنو. في شباب يا أخواننا برا الشبكة، والله أخواننا لا دنيا لا دين، لا لام في دنيا لا لام في دين. ونوع من الشباب يا أخواننا الشباب الملتزم، وده يا أخواننا في الزمن ده عملة نادرة شوية شوية بتلقى. وبالمناسبة ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده أخواننا